للحديث أكثر عن تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية ودور ميليشيا حزب الله في تعطيل المشاورات، ينضم إلينا السيد عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ عبد الرحمن، مرحبا بكم. كيف ترى قرار تأجيل الاستشارات النيابية من قبل الرئيس اللبناني ميشيل عون؟ هل كان لتبرير رفض الحريري أم أن هناك ما يخطط له عون؟ البعد الخارجي في المسألة اللبنانية هو بعد أساسي. دائما الحل لأي أزمة سياسية لبنانية يرتبط بكلمة سر خارجية. هذه المرة كلمة السر الخارجية هي الانتخابات الأمريكية المقبلة التي ننتظرها في السنة من الشهر المقبل، وبالتالي اليوم حزب الله وربما إيران يريان أن لا يمكن عقد صفقة في المنطقة قبل أن نعرف من هوية الرئيس الأمريكي المقبل، وبالتالي إذا بقي ترامب هذا يعني ربما تقديم تنازلات، وبالتالي إذا جاء بايدن قد يكون حضور إيران في عقد اتفاق سياسي أكبر لصالحها أو أقل يعني قساوة من خيارات ترامب حتى، وبالتالي لا يعني المتوقع أنه لن يكون هناك تشكيل لحكومة لبنانية قبل معرفة نتائج الانتخابات. سيد عبد الرحمن، بيان الرئاسة قال إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية. بقراءتك للمشهد السياسي اللبناني، أي الكتل ممكن أن تكون طالبت التأجيل؟ المحكي الآن في الإعلام اللبناني على أن كتلتين مسيحتين وأكبر كتلتين مسيحتين هما طلبتا على تسمية الرئيس الحريري، وإن كان لكل واحدة مبرراتها، وبالتالي قد تكون يعني تقريبا برأيي أن كتلة الرئيس عون نفسها هي من طلبت ذلك، لكن هذا كله يصب برأيي في إطار تمضية الوقت. هم يعني منذ أن فشلت المبادرة الفرنسية قبل أكثر من شهر هناك نوع من المماطلة، وفي كل أسبوع يعني يتم إخراج عنوان جديد لهذه المماطلة. لن يتم البحث الجدي في عملية تشكيل الحكومة قبل معرفة هوية الرئيس المقبل، وفي حال جاء بايدن ربما سننتظر حتى رأس السنة، بمعنى حتى تسلم بايدن لمهامه كرئيس في الولايات المتحدة. قبل ذلك أنا صراحة أستبعد عمليا أن يكون هناك أي تحرك. القوى السياسية اللبنانية كل مرة تخرج يعني كما يقولون لنا أرنبا من قبعتها لأجل إلهاء الرأي العام حتى تمضي هذه المدة المنتظر. نعم أستاذ عبد الرحمن، كيف توصف أو يعني كيف ترى موقف الرئيس بري من التأجيل الذي أخذ خطوة بعيدا عن الموقف الشيعي؟ هل هو محاولة ربما للمناورة؟ يعني هناك مؤشرات صدرت عن الرئيس بري، لكن هي تبقى مؤشرات لا يمكن أن نبني عليها. موضوع المفاوضات مع إسرائيل على الحدود وربما هذا الموضوع هذا الخيار، لكن لا يبنى عليها. من الصعب على الرئيس بري أن يتميز كثيرا عن حزب الله في هذه الفترة لخيارات داخلية بحتة، على اعتبار أن البيئة الحاضنة لحزب الله هي ذاتها البيئة الحاضنة للرئيس بري، وبالتالي أن أي اشتباك سياسي بينهما قد ينتقل إلى اشتباك عسكري سيكون بري هو الطرف الأضعف فيه يعني، وبالتالي برأيي لا يمكن التعويل كثيرا على التباين بين نبيه بري وحزب الله على الأقل خلال الفترة هذه، لأنه سيكون الخاسر أكبر من أي تباين، لكن هو ربما يحاول التميز أكثر عن الرئيس عون. المعروف أن هناك يعني نوع، على الرغم من كون الرئيس عون وحزبه وعلى الرغم من كون الرئيس بري وحزبه كلاهما حليفان لحزب الله، لكن هناك الكثير من الخلافات بينهما. نعم. وأي خيار يتخذه عون ربما قد يعارضه بري والعكس. طيب أستاذ عبد الرحمن، من جهة أخرى هناك من يرى أن ميليشيا حزب الله هي من تعرقل إنفاذ تشكيل الحكومة الجديدة برفض حزب الله للحريري، إلى أي مدى تتوقع ربما أن تدخل لبنان ربما في فراغ دستوري؟ الشروط الموجودة من حزب الله حتى اللحظة رغم في كل المحاولات السابقة لتشكيل حكومة لا تستطيع الأطراف السياسية اللبنانية المضي بها، بمعنى تشكيل حكومة سياسية وقيادة البلاد وكأن الأمور تجري كأن يعني كل المشاكل السابقة لم تكن، وبالتالي هي شروط عمليا هي شروط لعدم تشكيل حكومة صح التعبير. شروط حزب الله هي شروط لتمرير وقت لرفع السقف، يعني هو رفع السقف لأن هذا الوقت ليس وقت عقد صفقة سياسية لبنانية، وبالتالي حزب الله هو غير معني أو برأيي هو غير مستفيد من أي تشكيل لحكومة وفق الشروط الأمريكية في هذه المرحلة. طيب أستاذ عبد الرحمن، أمام هذه العرقلة لتشكيل حكومة، إلى أي مدى ترتبط بإعاقة التحقيقات وإنصاف ضحايا مرفأ بيروت؟ يعني ألم يحن
الوقت لمصارحة حقيقية في لبنان لمحاسبة المسؤولين عن الانفجار وكذلك الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد؟ موضوع المرفأ هو يعني هذا الصراع السياسي او هذا او يعني رفع مسألة تشكيل حكومة الى اولويات الأجندة الإعلامية في لبنان والأجندة السياسية، وربما يساهم بتأخير موضوع مرفأ بيروت. انا برأيي ان مسؤولية المرفأ الان هي ستذهب يعني من الجهة السياسية، سيتم طيها عجنا وبدأوا تدريجيا بطيها. الموقف المطلوب من الرأي العام، المجتمع اللبناني نفسه، الشارع اللبناني نفسه معني دائما بإحياء هذا الموضوع في الشارع وعبر أي وسيلة تعبير ممكنة. نعم. وبالتالي أنا برأيي أن المسؤولية الآن هي تقع على الشارع اللبناني ككل، وعليه أن لا يسمح بطي هذه الصفحة التي لأنها ستتكرر ربما كثيرا في الأيام المقبلة إلا تحدث محاسبة حقيقية. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.